اهلا اهلا اهلا، مساء الورد، مساء السعادة، وحياكم الله في اليوم الثاني من تغطيتنا لعيدكم مبارك، واللي يشارككم اجواء الفرحة من كل مكان، وحننقلها لكم عبر شاشتنا الحبيبة القناة السعودية. اكيد انا وزميلي عبد العزيز. سعد مساك عبد العزيز. والله مساء النور. اهلا وها، كل عام وانت بخير مجددا في الحلقة الثانية من عيدكم مبارك. اجمل شيء هذه الحلقة وهذا البرنامج اللي خصصناه لايام عيد الفطر المبارك، نقول لكم عساكم من عواده ان شاء الله دائما وابدا. اليوم عندنا ضيوف نجوم، اسماء كبيرة، اعدكم ان شاء الله انه راح تستمتعون بساعتين من الساعة 6 ان شاء الله معنا في برنامج عيدكم مبارك. راح بداية بضيوفنا، نبدا بالمطرب الفنان الجميل الاستاذ خالد عبد الرحيم. كل عام وانت طيب وعيدكم مبارك. يا اهلا وسهلا، وكل عام وانتم بخير، وانتهز الفرصة لتهنئة سيدي خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة وسمو سيدي ولي العهد والشعب السعودي الكريم والأمة العربية والإسلامية، وكل عام وانتم بخير. يا اهلا وسهلا فيك، حياك الله استاذ تركي اليوسف الفنان القدير، وكل سنة وانت طيب. وانتم بألف خير، كل عام وانت طيب. كل عام والوطن الجميل بخير، كل عام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بألف ألف خير إن شاء الله. أنا سعيد أني موجود معاكم، والقناة الأولى والتلفزيون السعودي بيتي منذ الطفولة يعني. أكيد أكيد، يعني منه فينا قناة العائلة دائما. محل الله يسعدك، حياك الله أستاذ تركي. إحنا يعني من أمس نقول أنا وعبد العزيز إحنا ما نبغى نتكلم شغل، إحنا مريحين، إحنا مبث مريحين بعض اليوم، فإحنا نبغى نتكلم عن أجواء العيد وفرحة العيد وكيف تركي قضى أيام العيد، خصوصا لما نتكلم عن أيام الطفولة. أي والله أيام الطفولة أخذ شيء معك من أيام الطفولة إلى الآن محتفظ فيه، عاداتك العيد؟ لا والله راحت مع رحيل كبار السن الجميلة، احتفظت في بعض أشياءهم. كنت أقول أنا يعني آخر عيدية من جدتي يعني رحمها الله أنا محتفظ فيها كعملة نقدية يعني. فرحة العيد رغم الأدوات البسيطة اللي كانت موجودة عندنا، شوف يعني مثلا أطفالنا الآن عندهم تكنولوجيا عالية، صحيح. لا احنا كانت بأشياء بسيطة بس كانت تملأ وقتنا وكنا فرحانين فيها، وكانت حتى الأشياء البسيطة يعني ممكن الآن الطفل ما يملأ عينه شيء كثير. بس تصدق أستاذ تركي لما نرجع نعيشهم زي أمس ما شاء الله، يعني كلنا شفناها واليوم في التلفزيون السعودي أيضا. نعم. لما نرجع نعيشهم التفاصيل هذه ترى يستمتعوا طبعا، يعني الحوامة شفتها أنت عبد العزيز اليوم كانت جدا جميلة، يعني تكلمنا عنها أمس في أغلب حدائق الرياض. لا لأنك لما ترجع الطفل للطبيعة هذه بيستمتع طبعا، كانت ألعابنا ممتعة بالعكس أكثر إمتاعا من التكنولوجيا هذه العالية المستوى. لا كل ما نزلت الأمور ببساطة كل ما كانت أجمل. وكل على فكرة هذه اللعبة أنا أول مرة تمر علي، يعني مر علي اسمها، تعرفين إحنا في بلد قارة يعني شبه قارة، كل أنا من المنطقة الجنوبية فكل منطقة ترى لها ثقافتها. اي طبعا الحوامه هذه ما ادري عنها الا امس، هي الظاهر زي طقطقي ولا قريبه منها، زي يدورون الاطفال ويجمعون العيديات والحلاو. أي أي يدقون على البيوت يعايدونهم طبعا اذا ما حد زي القرقعان، قريب من القرقعان تشبهها. اي القرقعان المنطقه مختلفه عن القرقعان الخليج بتفاصيل بسيطه بس ترى حول بعضها يعني. هي نفسها حتى في الكويت اتوقع اسمها غبقه، هي نفسها الغبقه الاكله اللي هي ما بين الفطور والسحور يسمونها غبقه بعضهم. طيب ايش رايكم نتعرف على الحواميه في هذا التقرير، نتعرف عليها أكثر مع المشاهدين، نشوف التقرير عن لعبة الحوامي ونرجع لكم. أعادت أمانة منطقة الرياض إحياء موروث الحوامة من خلال فعاليات احتفالاتها بعيد الفطر المبارك، وهي عادة نجدية قديمة كان الأطفال فيها يجوبون شوارع القرى لأخذ عيديتهم منشدين عددا من الأهازيج الشعبية. الحومة طبعا هي موروث شعبي قديم ابتدينا فيه تقريبا من 6 سنوات، كان قائم في حي الياسمين بمبادرة شخصية، والآن تحول إلى فعالية رسمية من أمانة مدينة الرياض مشكورة. الحومة طبعا عبارة عن موروث شعبي، كان الناس الأطفال يدورون في عيلة العيد على الأبواب يطرقونها ويأخذون الحلويات، هذا هو مسمى الحوامة. واليوم زي ما انت شايف ما شاء الله تبارك الله الفعالية قائمة والناس قاعدة تبحث عن حلوة وفي فعاليات حلوة. جهزت الأمانة عددا من الحدائق داخل الأحياء لإحياء هذا الموروث، والتي تستمر من ليلة العيد ولمدة 3 أيام لنقل البهجة والفرح داخل الحي من خلال جولات وأهازيج شعبية وتوزيع الحلوى والهدايا. أنا وظيفتي متطوع على أساس أنا عاصرت الجيلين، جيل الأطفال
وجيل الحالي الحين. فأنا قاعد أسوي هزيج عن العيدية، يعني الأغاني القديمة اللي كانوا يقولونها. عطنا شيء من الهزيج. الله يعد حلقي اليوم خلاص. عطنا واحدة بس على السريع. يعني يقولون مثلا أبي عيدي، يردون الأطفال عادت عليكم. تأتي الحوامة لأهمية إحياء الموروث الشعبي الذي يتيح التعارف والتواصل ويعيد العلاقات الاجتماعية وتسهم في إعادة مظاهر الفرح والبهجة التي صارت غائبة حتى في موطنها الأصلي. للقناة السعودية عبدالله الفرساني، الرياض. الله يعطيك العافية زميلنا على هذا التقرير الجميل، وشفتها كيف عبدالعزيز الحوامة تعرفت عليها أكثر. عبدالعزيز قبل شوي يقول كنت أجهز ملابسي وعلقها ولا أقدر أنام، وأحطها تحت المخدة عشان بس أستنى دخلت. لا أعتقد أغلب يمكن أنا وياك تركي يمكن جيل واحد. ولا كويس صغرتني. أنا قريب منك. تتذكر يا أستاذ خالد زمان كنا يعني ما يجينا النوم، مستحيل ليلة العيد هذه إنك تنام. لا يمكن طبعًا. مع إنه تعرف زمان، يعني أتكلم عن مثلاً قبل 40 سنة، ما في عائلة مثلاً يسهرون الساعة واحدة بالليل 12 بعد العشاء. الكل نايم إلا صح. إنك تجلس في فراشك تنتظر بس متى أذن الفجر. تعرف ليش؟ أنا قد سألت مرة واحد يقول لي لأن الطفل يخاف ينام يروح عليه لبكرة. عرفت شلون؟ دائماً عنده إحساس الطفولة إن الشيء اللي بتنوم عنه يمكن يروح عنك. صحيح. فاستناه قبل لا يروح، فهمت شلون؟ فده شعور نفسي إنه يخاف العيد يروح. يقول لا خليني أسهر لين ألحق العيد. بس كان شعور جميل يعني. جداً. فرحة جميلة. خالد ذكرياتك في العيد. قبل ذكرياتي موضوع السهر ليلة العيد اللي هو بالذات اليوم الثاني بنسميه في المنطقة الغربية الليلة اليتيمة، اللي هي طبعاً كل الناس بتكون سهرانة وتكون مواصلة، فتكون الليلة هذه اللي بين رمضان وبين العيد يطلق عليها الليلة اليتيمة، اللي هي لا إنك أنت نايم كويس ولا إنك مواصل يعني أو حتواصل يبدأ ترتيب التوقيت وترتيب وقت الصحيان ووقت النوم. ذكرياتي الحقيقة كذكريات الكثير من اللي عاشوا طبعا الأيام هذه القديمة الجميلة في العيد أو مناسبات العيد، وتحديدا في عيد الفطر. يعني ممكن احنا عندنا عيد الفطر بعكس بعض الدول الثانية، العيد يعني اللي بنجتمع فيه معظم الأسر بتجتمع فيه بعكس عيد الحج. طبعا هي كلها شعيرتين، ولكن في عيد الحج بتلاقي معظم الأسر منها كذا فرد منتدب، احنا بخدمة الحجيج فترة الحج، فتلاقي من كل المنطقة الغربية يعني. اي نعم، في المنطقة الغربية نعم، فكثير من الأفراد في الأسر يكونوا مشاركين في أعمال الحج سواء متطوعين أو طبيعة عمله. ولكن عيد الفطر تحديدا معظم الأسر تكون مجتمعة، فذكرياتنا طبعا هي مع الطفولة ومع العيديات ومع الأجواء فترة الصغر. طبعا مفهوم إنه العيد للصغار، يعني بنلاقي بعض البعض بيكرس المفهوم هذا، والكلام هذا طبعا العيد هو للصغير والكبير. يتكلمون عن الفرحة مختلفة. نعم، حتى فرحة الكبير بالعكس. صحيح. أنا أشوف أنه الكبير من حقه يعيش البهجة، يعيش الفرحة. الكبير برضه هو بينظر للجيل اللي عنده إيش تقدم من مرحلة لمرحلة. سبحان الله، يمكن هو اليوم الوحيد اللي في حياتنا هو عيد الأضحى الله يبلغنا، أنه تكون نفسيا مرتاح خالي من كل شيء تفكر فيه. هي الأيام الوحيدة اللي تحس أنك متجرد من كل شيء بس عشان تعيش فرحتك. صحيح. ونسمع شيء. نعم، هي عيدين عندنا في السنة. بتسمعني شيء له علاقة بالعيد ولا على ذوقك؟ والله تبغوا العلاقة بالعيد ليش لا يعني. تبغى على ذوقك يعني. نبدأ بعيدية حلوة، أغنية عيد في كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير.
بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير ضحكة فرح من كل قلب في أحلى عيد ضحكة فرح من كل قلب في أحلى عيد وكل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير ضحكة فرح من كل قلب في أحلى عيد وكل عام وانتم بخير. الله يعطيك العافية. أغنية خالدة هذه الأغنية فعلا هذه من كلمات الأمير فهد بن محمد والحان للأستاذ محمد المغيص والحان أستاذ محمد المغيص و 1982 انتجوا شوف إلى الآن ما نستمتع بالعيد إلا نسمعها هي حقيقة صحيح من العايدين بالضبط يعني هذا والله يستدعيني السؤال فعلا يعني ليش الكثير من الأغاني خلدت لجودتها بس هل هذا معناه أنه يعني نضب الشعور بالمشاعر الثانية يعني يمكن هذا السؤال يوجه للأستاذ يعني فعلا ما في أغاني جديدة زي وطني الحبيب طلال مداح اللي عاشت صحيح ما في مثلا أغاني مناطقية تتكلم عن جمال المنطقة لما كان طلال مداح الله يرحمه شفتي أبها أبها وحايل والسودة عسير والساحل الشرقي والساحل ولا كمان أستاذ تركي يعني هي ما ارتبطت في مناسبات وبس يعني نتذكرها هي ارتبطت بمشاعرنا بالضبط. يعني زي مثلا أغاني العيد لطلال مداح الله يرحمه ومحمد عبده يعني تلاقينا اصلا مجرد امس نتكلم فيها مجرد يعلن العيد نفسي شغلناها نفسي في الجوال في التلفزيون تلاقينا يعني موجوده على التلفزيون السعودي نسختها الاولى لانه انا اذكر تسجيلها القديم الرحمن الناصر نعم يعني الاستاذ الرياضي معروف يقول انه محمد عبده جددها يقول ما تحتاج انك تجددها لا لا هي احنا حابينها بنسختها طبعا وبعدها القديم وبدون حتى اضافات كذا شكلها حلو الموضوع الاستاذ ترك انه ليه ما في يعني صارت او مناسبه العيد حصريا تقريبا حصريا باغنيتين لا ثالث لهما غنى عباد الجوهر علي عبد الكريم فرحه محمد عمر كثير من الفنانين كل الفنانين غنوا ولكن ارتبطنا بالفتره الأغنيتين هذه كانت فترة توهج محمد عبده وطلال مداح اللي هم هرم الأغنية السعودية نعم. فارتبطنا إحنا بديهين صار كل سنة بنتذكر يعني حتى لو غنى أي فنان مثلا أغنية بعده بسنتين لازالت الأغنية هذه عالقة ليه لأنه كانت في مناسبة عيد فمناسبة الأغاني هذه لها ذكريات بحكم لها 40 و50 سنة فمن الطبيعي إنها تتردد ولا توفرت فيها عناصر نجاح خلينا نكون بعيد في لها وكمان استاذ ما في شك وكمان استاذ خالد برضو لما ننسى انه انت تتكلم برضو عن جيل جديد صار يسمعها يعني ما لحق على الطقوس اللي احنا لحقنا عليها فلما تلاقي الجيل الجديد بتاثر فيها حياك يا العيد كان كثير جميله يعني وناصر صالح هو اللي لحن جميل هذا لا 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 عفوا انت قلت مغنيه العصف لا نقول حياك يا العيد لا مناسبه العيد راح بالي على العصف لا العصف اغنيه جميله ايضا حتى في الدمعه الحمراء غنى اغنيه جميله الحقيقه في تتر مسلسل الدمعه الحمراء حياك عيد قريب اعتقد ما لها يمكن اي يمكن هذه من اللي لفت انتباهي للاغاني المناسبه بس بالفعل الاغنيتين ذولي فقط يعني هم اللي مسيطرين رغم انه في فنانين كثير كل مناسبه يطلعون اغاني صحيح هذا الكلام ينطبق ترى على على عملكم كممثلين والله في منه لعيدة النصوص اللي تحكمنا الحقيقة يعني في أعمال خالدة إلى الآن إيه نعم شوف عندك ما تعرف سرها درب الزلق مثلا للحد الآن لو تعرضها بعد 20 سنة ولا 100 مسلسل الأقدار في مسلسلات كثيرة الله يرحمه أيضا محمد العلي سوى مسلسل اسمه طعم الأيام قبل كان مؤثر جدا اللي هو طعم الأيام بعده بسنة احنا عملنا دمعة عمر وسوى تأثير وكمان عودة عصويت وعودة عصويت إيه هذا قبل شوي اللي جمعت كبار النجوم كان في فنانين يعني كبير حتى النجوم الكبار اللي موجودين الآن على الساحة كانوا كبار كان كتابة فيه الأستاذ محمد الطويان الله يذكره بالخير مساء الخير وكانت فيها مجموعة فيها محاولات جميل محاولات مهمة كانت. أنا في معلومة اليوم اطلعت عليها عنك أستاذ تركي فاجأتني
مشارك في فيلم ياباني عام 86. اي صحيح. يعني مره استغربت اليوم اطالع انه ما شاء الله تبارك الله استاذ تركي، يعني كم كان عمرك؟ 18 يمكن؟ يمكن ما بين 17 و 18 ياباني؟ يعني ياباني. كان شلون بدت الفكره؟ هذه هي انه كيف استوعبها، كيف بداها، كيف تقبلها؟ كانت غريبه الحقيقه. هي كان في جمعيه الثقافه والفنون حاطين اعلان على المتقدمين والجوجيتي، وكنت انا لي مشاركاتي محدوده في التمثيليات الاذاعيه وقتها فتقدمت معهم ما بين 80 ومتقدم ونجحت. بعد 5 شهور اتصلوا فيني بعد هذا، قلت نسيت الموضوع يعني. فريق ياباني كان هذا انتاج مشترك ما بين عمر قاسم العيسائي الله يرحمه. الاعلام الخارجي بوزارة كان له علاقه؟ نعم المشرف. أيه تمام. دكتور شهاب جمجوم وقتها، وكان الامير تركي بن سلطان رحمه الله الاعلام الخارجي، كان ماسك الاعلام الخارجي وقتها، فاشرف على هذا الفيلم تصويره ما بين السعوديه والفلبين واليابان وكذا دوله. والله صورنا عرض في مهرجانات في تورنتو. هو التصوير كان في اليابان؟ في كندا. كان في جزء منه في اليابان وجزء في رماح وجزء في باكستان والفلبين. هو وثائقي ولا لا؟ لا فيلم دراما عن 3 شباب مغامرين خيال، يغامرون، واحد ياباني واحد ماليزي واحد مسلم عربي اللي هو فينا. كنا صداقة من 3 أديان العالم باسم الشباب، ويسوون مغامرات ويسوون قريبة من رواية شقة الحرية الغازي القصيبي يعني على 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 الطفولة. ايش اسم الفيلم استاذ تركي؟ كان اعتقد رحلة السندباد. رحلة السندباد؟ ما في نسخة في التلفزيون للفيلم؟ والله اعتقد في الاعلام الخارجي لازم يكون اتذكر السفارة اليابانية عندها نسخة في ذاك الوقت لما كانوا احتفلوا في فيما يخص العلاقات الإعلامية. كلام ذا يعني 30 سنة يمكن أكثر. بس تعرف استاذ تركي كانت ضربة يعني. لا تتكلم عن قبل 34 سنة. يعني ضربة قوية يعني، متكلم عن عمر 18-19 ما شاء الله عليك. كيف تواصلت؟ إيه كيف تواصلت معهم؟ كيف عشت الأجواء؟ أعطاني يعني أعطاني خبرة فترة وجيزة. إيه. إني جيت على شيء المفروض اني اتدرج، لقيت ناس محترفة وشفت عالم محترف كيف يشتغلون، وهذا كان في سن صغير حقيقة تجربة غنية. انا قعدنا 8 شهور اصور العمل. جميل. جميل. تجربة غنية، بس كنت ودي انها جتني وانا على الاقل تجاوزت العشرينات، كان يكون النضج عندي اكثر، التركيز اكبر. لا جتني وانا يعني في اواخر المراهقه يعني، فاهم؟ بس اكيد لها اثارها. لا ما في شك وايجابي. الواحد وده انه يعيدها، يقول يا ليتني تاخرت شوي وعدتها. ايوه هذا احنا راح نكمل الحديث معكم وراح نسمع طرب، وفي فرق شعبيه موجوده ان شاء الله راح تستمتعون معنا ان شاء الله، بس راح نروح فاصل قصير ونرجع لكم. يا اهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا مستمرين في اجواء الفرح، ونقول الاستاذ خالد كثرنا سواليف ودنا نسمع شيء ولا؟ ايوه ليش لا؟ بالعكس. انا بس بعقب على الاستاذ عبد الرحمن الناصر، على انا اضم صوتي لصوته. طبعا الاستاذ عبد الرحمن الناصر كناقد واعلامي كبير له تاريخه في الفن السعودي. اغنيه محمد عبده من العايدين بثوبه القديم هي الافضل يعني، فما كان فعلا في داعي للتجديد. صحيح. ايوه لانه احنا يعني هي مقبوله، اي شيء بيقوله محمد عبده ما بيحتاج، ولكن ثوبه القديم يختلف سماعها عن التسجيل الحديث. قديمك نديمك لو الجديد، لو الجديد اغناك. يا أهل الله دلوني على الغالي، يا أهل الله دلوني على الغالي، ولع النار في قلبي وخلاني، ولع النار في قلبي وخلاني، يا أهل الله
دلوني على الغالي يا هل الله دلوني على الغالي ولع النار في قلبي وخلاني ولع النار في قلبي وخلاني وإيش أسوي بعد ما غاب عن عيني وإيش أسوي والله بعد ما غاب عن عيني أتصبر وكان الله في عوني أتصبر وكان الله في عوني وإيش أسوي بعد ما غاب عن عيني وإيش أسوي بعد ما غاب عن عيني أتصبر وكان الله في عوني أتصبر وكان الله في عوني يا أهل الله دلوني على الغالي يا أهل الله دلوني على الغالي ولع النار في قلبي وخلاني ولع النار في قلبي وخلاني الله يعطيك العافية. هذه من أغانيك خالد؟ لا هذه عبد الله المرشدي من أغاني عبد الله المرشدي اللي إن شاء الله يعني هي أغنية ممكن لها ما يقارب الأربعين أو الخمسين سنة فمن ضمن الأعمال اللي إن شاء الله بجددها في يعني أعمال جديدة لي. نروح تركي إيش تابعت في رمضان؟ إيش اللي يعجبك من أعمال سواء سعودية خليجية مصرية شيء لفت انتباهك؟ والله حقيقة في تكرار في الأعمال كثيرة يعني ما تتكلم عن خليجيا ولا عربيا 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 يعني في طبعا الأعمال العربية قد يكون مسلسل الهيبة في الطريق بعد وطريق بس انت تابعت الهيبة ها شفت اجزاء منه وبعدين تابعت طريق عشان اشوف المستوى لانهم في نفس الخان مدرسة العملية في عوالم خفية الأستاذ الكبير عادل إمام الحقيقة أطروحة شيقة في الكتابة وهذا لون جديد يعني ما حالفني الحظ أشوف اللون الجميل اللي مسويه بشكل دقيق بس بتابع لأنه هو من الممثلين اللي لازم أتابعهم يحيى الفخراني في الحجم العائلي هذه الأعمال أغلبها ترى كانت على الاس بي سي اي نعم قاعدة بس مشكلة جديد. رمضان يكون موسم حتى ما تقدر كنت أصور الصدمة في بعض أيام رمضان صورت برنامج الصدمة فما كان الواحد يلحق لكن هي الأعمال الواحد بيكون بدقة راح يتفرج عليها تتفرغ لها لأنه أغلب القنوات تبدأ تعيد الأعمال تبغى تعيدها أي بس الواحد كمتابعة من أولى للثلاثين أنا الحقيقة صعبة حتى العصوف والله في حلقات ما مجهود ما أنت الحين تكلمت عربية ما عجبك شيء خليجيا والله خليجيا يعني ما في شيء تفوق على اللي قبله العام يعني ما في أعمال ما في عمل سوى ضجة يعني إيه ضجة تفوقت على سابقة في أعمال جيدة الحقيقة يعني تعتبر عبرة شارع الخافي أعظم عطر الروح ما شاركت أنت في هالسنة في لا والله أنا آخر شيء سويت ظل الحلم وكنت في مكتفي بالصدمة في رمضان يعني ما أبغى أكثف يعني حضوري بدون شيء يعني مختلف أو خصوصا ما شاء الله في الزخم هذا من الأعمال أي أعمال كثيرة طيب أستاذ تركي خلينا نتكلم عن تجربة من تجاربك يعني سببت جدال كثير وسببت كلام كثير كان فعلا يعني الناس متأثرة منه لما نتكلم عن تعاونك الرائع مع الفنان القدير هدى حسين في حياة ثانية نعم يعني كانت شخصية ازدواجية ما بين بداية المسلسل لحد ما وصلنا النص لحد ما الناس تعاطفت مع الشخصية اللي كان يمثلها سلطان الشخصية الإجرامية حتى لما مات أو انتحر وهذا صحيح فيعني تركيبة هذه الشخصية كانت عجيبة وارتبطت بالناس عاطفيا يعني حتى صفحتك ما هديت منها أنا الحقيقة من الأعمال المحظوظة يذكرني
بتركيبة دمعة عمر بشكل أو بآخر، من الأعمال اللي يكون لها حب عند الناس بشكل غريب. أولاً أنا أحب الشخصيات دي، يعرفون أغلب المنتجين إني أنا أحب الشخصيات اللي فيها تقمص وتمثيل وتدعوك للاستفزاز يعني. فدمعة عمر وحياة ثانية يتشابه هذه القصة، من ممكن ردود الفعل التي لا تتخيلها من الشخصية ممكن تحدث، وبعدين تكتشف أن هذا مبرر. بس لعبتها صح؟ والله هذه شهادة أعتزف فيها. صحيح. يعني لعبت استفزني في العمل كلهم وخليتهم يكسبوا، يعني كسبت ثقتهم، بعدين سويت لهم غسيل مخ. فعلاً. فعلاً يعني غالباً المشاهد أستاذ هذا اللي أسألكم أنا يتنبأ يعني. يتنبأ عن الشخصية الدرامية هذه، يعرف أنها في الأخير بيطلع مثلاً شخصية عدائية، شخصية دينية جداً. يعني على ثلاث مراحل انصدمنا. يعني وصلتكم أنا هذه شهادة اللي أعتزف، بالعكس الكلام اللي أقوله. بس طبعاً في سؤال. هل سلطان هذا إنسان شرير أو إنسان ضحية؟ يعني غالب الناس شافت انه شرير. صحيح. صحيح. بس لو واحد تساءل، لانك انت احنا مشاهدين عاطفيين، طيب هي لو كانت قبلت روايته، انتم تتذكرون طبعا القصه تمام، وقالت تفضل واحنا بنشر لك الروايه وذا، وهي يعني كاتبه في عينه وكانت اهم الناس، كان بيتخير ويكون انسان يعني هالشر اللي فيه بيتحول لطاقه ابداعيه. ها بس انت انتقمت بزيادة. ولكن قالت له الحبكه ضعيفه. بس اقول لك شغله استاذ تركي، سوى الحبكه على حياتها، لانه بالنسبه له الكاتب المغمور هذه حياته كلها، لما انت ترفض روايته او تجرح قلمه. وعلاء حمزه ابدع صراحه في كتابته، جيد جدا طبعا. علاء يعني له تجارب مهمه في هالجانب، وهو يمكن من كتاب السعوديين القلائل اللي يعني مو بس في الجانب الكوميدي يكتب في الجانب الدرامي. بس كمان انت ختمتها استاذ تركي وكأن الناس حست بموقفك، يعني لما انت انتحرت في الاخير، شخصية سلطان انتحرت في الاخير، الكل زعل والكل حزن انه يعني كان ضحية، يعني على قد ما كانوا مستوعبينك شخصيا. ايه. ولو تشوف اصلا صفحته وقتها، انا دخلت على صفحتك ابغى اشوف ردود فعل الناس. سلطان الناس زعلانة منه، من الشخصية الدرامية اللي قدمها، انه كيف انت تبكينا. يعني احلى حاجة مرة كانوا يقولون يا رب تنتصر مشاعل على سلطان، فأنا مؤيد أقول يا رب إن شاء الله في الحلقة الأخيرة تنتصر مشاعل على سلطان، لأنه أنت ما في شرير بطبعه. إحنا كنا نقدم في بعض النصوص الحقيقة مرة تقدم الشخصية بشكل سطحي، يعني هذا شرير وبس. لا، هذا أحيانا ممكن تتعاطف أنت. بعدين في خطوط في المسلسل، في خطوط درامية كثير. بالضبط، ولكن تخدم الحدث. يعني تتابع أكثر من قصة في العمل. صحيح، وكلهم لعبوا أدوار. تابعت خالد تركي في بعض الأعمال. في الطرف ما تشوف ما يبدو خالد. لا لا بالعكس والله، يعني هو نتكلم عن مسلسل حياة ثانية، هذا كان. تتابع أنت أصلاً يا خالد الأعمال؟ أنا خاصة في رمضان إحنا بنتابع، ولكن مع الزخم الكبير للقنوات والمسلسلات. فتلاقينا نتشتت، تبغى تتابع هنا وتبغى تتابع هنا. ما تابع السنة هذه؟ طبعا العصوف، يعني كان العصوف اي نعم، كانوا الاكثر تقريبا متابعة بالنسبة لي، ومع الاختلاف يعني في عملية ما اقدم، لكن اعتبره انا عمل جيد له هدف معين في ابراز هويتنا كسعوديين في السابق وفي الوقت الحالي. يعني كان في لغط كثير حول هذا العمل. أقول السالفة ذي المسألة، حتى أنا يعني الأخ خالد أعلق على مسألة إبراز الهوية. ما في مسلسل درامي يعني مجتمع أبدا، هي قصة ضمن مجتمع، هذا مو عمل وثائقي ولا تاريخي. ناس فهموا غلط. أي فهموا غلط، هذه حكاية ناس متخيلة صارت في المكان. هذا معناته مش بالضرورة يعني تكون يعني بأدق التفاصيل، يعني وتوقف لي على الوحدة على قولتك. صحيح، وتوقف على الوحدة، والفن هو في جزء من خيال يعني. يعني أنت إذا الآن احنا النص الادبي والفني والخيال ببلاش على قولك، وهو اقول لك جزء من العيوب اذا افتقد النص الى الخيال. يعني انا لو اقدم لك مسلسل تقول والله رائع وجميل واقعي 100%، طب اطلع كاميرا وصوره بالشارع اذا واقعي 100%. صحيح. ليش التمثيل؟ بعض الممثلين يلعبون ادوار الشخصيات احسن من اصحابها، يعني قد يكون. اتفضل. الان جاهز هو ولا بسال تركي سؤال؟ طيب تركي، انا فيه تردد سؤال بنقله لك. تركي اليوسف شارك برنامج الصدمه. الصدمه نعم. هذا العمل طبعا لاقى اصداء جميله جدا الحمد لله رب. تبكيت الناس على المغرب يا تركي.
لا الناس والله الناس قاعدة تفطر وقاعدين يصيحون. السؤال تركي يقولون انه ما هم في حاجة انه يقدم مثل هذا البرنامج لانه انت الاعمال اللي انت قدمتها اكبر بكثير صحيح. مع احترامنا للبرنامج والقائمين عليه لكن تجربة تركي اكبر بكثير من برنامج الصدمة. كيف ترد عليهم؟ انا ارد انه انا ما اتكلم عن برنامج الصدمة كبرنامج، انا اشكرهم انهم شافوني في مكان اعلى واهم، لكن السالفة هي الحالة الانسانية. انا حبيت الناس عرفت عني ادوار فقط وما قد شافتني بشكل ثاني له دخل بالمسألة الإنسانية. يعني أنا مثلا ما عندي كاميرا خفية ساخرة أو ضاحكة، لا أنا أحاول تحريك المشاعر دي الناس تشوفني في جانب آخر، تشوف تركي اليوسف في غير الدور الدرامي اللي تعودت عليه. نسبة الفبركة كيف الموضوع؟ والله أنا ما يعني ما أعلمها تماما الحقيقة، أنا سمعت زي ما احنا سمعنا زينا لكن انا جوا اني شفت احد يفبرك قدامي لهذا الشهادة حق انا ما أعلم. لكن الناس لما نحط الكاميرات في بعضهم يلحظ ان الناس صار عندها وعي فني الان وتفهم شلون قاعد يصير. انت لما تجي وشايف الفنيين وشايفهم يركبون الاماكن يدخل معكم بالجو في يقعد يناظر من بعيد وبعدين يجي يدخل في التصوير، فبعضهم يعتقد انه في وخصوصا بعد التوضيح اللي طلعته يا استاذ تركي انه وجود بعض الاشخاص انتم حاطينهم خفيين للسيطره على الموقع هذول موجودين يعني نقول على اساس انه يفكرون انهم امن المكان بس فعلا صارت في طق وصار في اشتباكات بالايد واحيانا عنف، لكن هذا يدل على انه الناس يعني ما راح تقبل الضيم في الموقع. احنا قاعد نرصد هذا انك ممكن تعدي على الموقف ذا وتطنش وتقول ما لي دخل او لا، يعني هذه السالفه. في ناس طريقتهم كذا يعني ما انا اشكر من هذا، ولا اعتقد ان الصدمه يعني اصدقاء كانت جميله بالنسبه لك في الناحيه ذي، العكس انا خلاني نقطه ثانيه في بعضهم يعني يقول لي لا عورت قلبي، يعني مره عجوز قالت لي عورت قلبي، انا قاعد افكر يمكن ما قدم مره ثانيه بسبب هالمرض. تمام، طبعا احنا مكملين استاذ تركي لكن متوجهين لزميلنا محمد الحمادي من المنطقه الشرقيه واللي حينقلنا طبعا اجواء الفرحه في الشرقيه. يسعد مساك وكل عام وانت بخير يا محمد. كل عام وانت طيب يا محمد. مساء النور نهى، مساء الورد عبد العزيز، كل عام وانتم بخير انتم وضيوفكم الكرام وكل المشاهدين. بالفعل ما زالت اجواء العيد مستمره والفعاليات مستمره، احنا موجودين في مجمع الراشد في الخبر وفي فعاليات كثيرة تقيمها غرفة الشرقية، ويمكن الأجواء شوي في الخارج تميل إلى الحرارة، لذلك يعني غرفة الشرقية وأمانة المنطقة الشرقية قامت بعمل كثير من الفعاليات في المجمعات التجارية وكذلك في الصالة الخضراء. الآن خلينا نشوف الأجواء الموجودة وأجواء الأطفال. للتو بدأت هذه الفعاليات قبل تقريبا 10 دقائق وما شاء الله منذ اللحظات الأولى صار في إقبال وحضور. فعاليات المنطقة الشرقية تقام ما يقرب أكثر من 100 فعالية موجودة في مجمع الراشد في الخبر وكذلك مجمع دارين مول في الدمام وكذلك الصالة الخضراء. هناك أيضا فعاليات موجودة في محافظة الجبيل وغيرها، إذن الفعاليات متنوعة وكثيرة جدا. أنا راح أروح إلى أحد الأركان اللي موجودة في هذه الفعالية، أركان خاصة بالطفل وتفاعل كبير جدا من قبل الأطفال، لذلك يعني هذا الركن اللي موجود أمامنا ما شاء الله عاطينهم أيضا جوهم والألوان وعالم الألوان. خلينا بناخذ يعني نشوف انطباعات في الداخل، ما شاء الله يعني تفاعل كبير جدا وجميل ومميز من قبل الموجودين. خلينا نشوف الأخت معانا، تفضلي. مرحبا، مساء الخير. هلا والله، مساء. حدثينا أول شيء، عرفينا باسمك. أم جاسم. والنعم فيك، عرفينا وش عندكم في الركن؟ عندنا ركن للحنة، زين، ركن للأعمال اليدوية، رسم وجوه أطفال. أنتوا توكم بادئين الآن ها صح؟ تونا بادئين. الساعة كم موجودين؟ من الساعة 4 إلى الساعة 11. ما شاء الله، الله يعطيك. الله يعافيك. خلينا نشوف هنا، مرحبا، مرحبا، مساء الخير. حياك الله. عارفينا باسمك؟ سمر صفواني. وش اللي تقدموه هنا؟ ما شاء الله أنا أشوف من اللحظات الأولى والأطفال متفاعلين مع هذا. فعاليات، أكثر من فعالية في. وش الرسم هذه؟ أو فيها حق رسم وفي حنة وفي أعمال يدوية. خلينا ناخذ البنوتة هذه، تعالي.
مرحبا، كيف حالك؟ زينة. وش اسمك؟ هديل. عندك أنشودة تجيبيها؟ لا. وش اللي تحبيه في الرسم؟ وش اللي ترسميه؟ أشكال يعني وألوان. أحلى لون عندك وش هو؟ الوردي. الله يا سلام، تعالي أنت الأمورة شوف الكاميرا. وش اسمك؟ فاطمة. عندك أنشودة في العيد تجيبيها؟ عندي أشياء حق العيد. إيش؟ عندي أشياء حق العيد. وش اللي تحبي؟ اللون اللي تحبي وش هو؟ أحمر. أحمر ما شاء الله، الأحمر والوردي ما شاء الله، تفاعل كبير جدا. خليني أروح إلى جزء آخر من يعني شوفوا كيف التفاعل من قبل الحضور، يعني الفعاليات جميلة جدا وهي في بدايتها، ولكن يعني التفاعل موجود، وبالفعل فعاليات العيد موجودة ومتنقلة في كل مناطق المملكة، ويمكن هذا جزء بسيط جدا في مجمع الراشد. أعود إلى الزملاء نهى وعبد العزيز في الرياض. الله يعطيك العافية محمد، الأجواء والله جدا جميلة، حمستنا للأمانة، يعني حلو الواحد يشارك هالتفاصيل الجميلة في الأماكن العامة وفي الفعاليات. طبعا احنا مكملين في أجواء الفرح الله يديمها علينا، لكن بعد هالفاصل لا تروحون بعيد. اهلا اهلا، حياكم الله من جديد في عيدكم مبارك، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله وايامكم كلها اعياد. انضم لنا الشاعر الجميل عبد الله بن سمران. يا مرحبا. كل سنه وانتم طيب. انت طيب وبخير وسلامه، مسي عليكم بالخير. الله يحييك. ومشاهدين خلف الشاشات كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه، والله عيد العيد عليكم ذا السنة وكل سنة. كلامك شعر ما شاء الله. الله يطول عمرك، وإذا سمحت لي أهني الجنود المرابطين على الحد، وقل بيض الله وجيهكم، والله يكتب أجركم. آمين يا رب العالمين. وينصرهم. نشكركم على الاستضافة الجميلة. يا أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. عبد الله شوف دائما يعني أنا وعبد العزيز طماعين، يعني ما نصبر، شيء طربي شيء شعري يعني نقول خلينا نبدأ ونفتتح فيها. مقتطفة معايدة للوطن، عاد عيد المملكة وركون ركونها، في قيادة سيدي حرة وقبلة ملاك، لا دعتنا الهدة يطحن طاحونها، والله أننا ننطح الموت وندوس الهلاك. السعودية ترانا فدا لعيونها، ما يحرك فلا من شعره فعول الحراك، علم اللي ناوي الدار دار يدونها، سيف نملح ينطل رقبته الياهي هناك. سلامتكم. صح السلامة. أما القصيدة تبون قصيدة هالحين ولا تأخذ الحوار؟ براحتكم. أي بدأ فيك تفضل، ما راح نقول لا. سنيني يا لولا هذيك الشرايد، هذه مهيب أول سنين أول جروح قضيتها معك، فشد الشدايد وخايف من اللي يروح وياخذ معه روح، جروحك اللي مسعفتها الضمايد، الله عطاها طول عمر النبي نوح، لا واهني موالفين الوسايد، ما عمرهم ناحوا مع نايحة الدوح، يا ابو خصر ناقص وبرد في زايد، وجهك حلو وان قلت مملوح. مملوح مملوح الزين كايد، واخر الاسم كايد، وريثة شيوخ وبطولات وصروح، ليلة لقاك نعيدها وانت عايد، اول لقى واخر لقى كنت مذبوح، عز الله ان الرمش صايد وفايد، وقلبي يا مال مواصلك طيره طاروح، انت عيونك تستفز الفرايد، وانا من ايامه تجرى على البوح، كل ما تحدثني بيوت القصايد دورت لي مطلع مثل مطلع الروح. سلامتك. الله عليك. الله الله، صح لسانك. جميل والقاك اجمل، بس تسمح لي السبحه؟ ايه؟ تفضل. وش علاقه السبحه بالشعراء؟ يقولون فيها جن وفيها ها. لا جد والله، دائما الشاعر يشيل معه سبحه، فكرتوا فيها؟ اي صحيح. الشعار عندهم الدين شوي سبحون استغفرون. حياك الله، سبحان الله. الله يعطيك العافية. أستاذ خالد، خلينا نتكلم عن الأعمال اللي ممكن تكون خالدة، أو المناسبات اللي ممكن تشجع الواحد من حبه لفنه ومن حبه للآلة اللي يشيلها دائما أنه ممكن ينتج عمل. ما لك أي خطة أو عزم في هذا الموضوع؟ والله بالنسبة للأعمال الخالدة طبعا حتكون هي الأعمال القيمة، الأعمال
الوطنية عادة ما تكون الأعمال الوطنية برضو مستمرة. الأعمال الفلكلورية والتراث السعودي بحكم أنه بلدنا تزخر الحقيقة بالعديد من الفنون والموروث الفني الكبير في مختلف المناطق، فيعتبر أفضل رصيد يعني للفنان أنه يكثف إنتاجه أو إصداراته للأعمال التراثية للمساهمة في حفظ الفلكلور الفني والموروث الفني السعودي. جميل. الفنانين المثرين أحيانا يقول لك عشان يكون الفنان متكامل وممثل يحتاج أنه يغني. المثل الكبير وأنا بطل الله يرحمه. معناها بطل انا اذا كان يحتاج لازم قاعد لمح لك انا نسمع منك شيء جدا الحين بعض الفنانين اصواتهم حلوه زي ابو عدنان فنان راحل صحيح في بعضهم يعني يسوي منولوجات ما فكرت في هالموضوع والله انا ما يعني ما انا ما احب صوتي اني اغني اسمع صوتي جرب ولا مره من المرات ولا تعودتها قالوا ماشي الحال بس انا يعني ما ارتحت كان في برنامج الوادي زمان معروف غنيت كذا قبله وفي مسلسل ثاني للأطفال كان إخراج محمد عزيزية اسمه أيام من العمر تجربة في السعودي زمان غير هالتجربتين يعني ما تعودتها ولا سمعت نفسك وبطلت ولا أحد قال لك بطل يا ترى أنا وأنا أغني ماني حاب وسمعت أنا بيقولوا لا والله حلو بس أنا شخصيا جاملونك ها طيب خلينا نتكلم عن مرحلة مهمة يعني أنا حتى المخرج والله في فاصل من فواصل بغيت أخليك أنت اللي تقدمه الله يسلمك ترى يمكن وهق بعد شوي طول عمرك أنا يعني هذا بيتي ومحلي تركي أنت بي. أنت سبق جربت تقديم البرامج أنا دربت مذيعين أبوك أستاذ من جميعا الله يرحمه ويغفر الله يحفظه لا أنا مو بس صرت أنا كنت مذيع إذاعي سنوات لا يقل عن 7 سنوات وقدمت برامج على الهواء أفراح وتهاني آخر الأسبوع قريت مواج زنباء اشتغلت في إذاعة القرآن الكريم يمكن 3 سنوات ورا بعض قوى عندي اللغة العربية هذا كثير والإذاعة تسقل ترى حقيقة ومن أجمل المدارس الحقيقية للفنان والإعلامي هي الإذاعة الحقيقة وكانت الشروط صعبة كثير في قبول المذيعين في ذاك الوقت إحنا وانت صوتك ما شاء الله يعني الله يسلمك كنا حدود 60 واحد قبلوا 3 من اختبارات اللغوية كانت كثير خارج الحروف النفس بالضبط فكانت تجربة والله لطيفة كان الأستاذ غالب كامل مديرنا في إذاعة الرياض مر عليها أجيال يعني من جيل والدي رحمه الله إلى الأجيال اللي معاه ولكن يمكن جواتي ممثل أكثر إيه فخلاني على طول ما عملت مسمع إذاعي عملت مش يعني مسلسلات إذاعية كثير مسلسلات إذاعية تجاوزت 2000 ساعة إذاعية ما شاء الله ما بين فصيح ولغة لهجة عامية يعني بس كان الأكثر الفصحى لأنه كان في قلة الممثلين السعوديين اللي يمثلون بالفصحى فإحنا مثلا تلقاني شغال في 4-5 أعمال إذاعية لندرة الأصوات التمثيل الفصيحة ترى لعلمك اللي تخرجوا من الإذاعة السعودية أغلبهم ترى أساتذة الآن والله هذا شرف أيه. حقيقة والله لا على مستوى التقديم ولا على مستوى التمثيل الإذاعة فعلا طبعا يعني بسال القوس كان الإذاعة زمان أنا أستاذ خالد مدخلي تزاملت أنا وياه هذول اللي أنا قدمت وياهم برامج خالد مدخلي الأستاذ خالد مدخلي كمان سعود الدوسري الله يرحمه سعود الدوسري زاملت والله يرحمه محمد عابس الشهري خرجت أسامي معروف خرجت أسماء حقيقة أسامي كبيرة وكان لها تأثير وكان بناء الإعلامي كبير مو بالحين مثلا ممكن تسوي واحد شغله بسيطه يقدم اهم برنامج او يلعب بطوله مسلسل احس انها الان يعني اسهل بس استاذ تركي يعني هل كانت النقله يعني عاديه او سلسه من مذيع اعلامي لدرامي ممثل ما يسال هي من الاساس موجود في التمثيل بس كان انا كمذيع طريق لذلك يعني فترة اللي هو البحث عن الذات أنا رجل أعرف نفسي هذا مجالي هو الإعلام بس هل أنا حتى كتبت شعر وقتها أغاني هل أنا بصير مذيع هل أنا بصير ممثل هل أنا بصير مخرج في ما أدري رسيت على التمثيل رسيت هو اللي اختارك أنت أكيد فلحت هنا معناها أنت أفلح من هذول الباقي فالأقدار طبعا ترسم يعني صحيح. حياة الواحد
ولكن تجربة اعتز فيها كمذيع يعني أكيد ما في طبعا شك. أكيد. وبرجع يمكن يوم ما قدم لي برنامج يعني خلينا نقول ترى برنامج الصدمة يعني الصدمة تقريبا يأخذ جزء من عمل المذيع تقريبا جزء الإعلامي بس الفترة اللي كانت الهوى والنشرات الأخبار البرامج أكيد والمسلسلات الإذاعية مهما كانت والتمثيل الإذاعي له شكل خاص حتى الأداء نفسه أنت الناس ما قاعدة الآن تشوف وتسمع وتحس إلا بصوتك صحيح فأنت لازم يكون هو الديكور هو الملابس الأكسسوار هو كل شيء أنا شايفك بذني فيها تحدي أكبر لابد يكون عندك حضور ذهني وحضور حقيقي أنك تطلع بصوتك يعني كأنه المستمع يشوف ملامح وجهك بالضبط لك تجارب في في الإذاعة خالد زمان كانوا يسجلون في الإذاعة أعتقد الأغاني صحيح؟ صحيح في الاستديوهات داخل الإذاعة كان في استديو التلفزيون أو مسرح إنجاز التعبير التلفزيون عبارة عن يعتبر استديو التسجيلات يعني كانت فيه أنا أبغى بس الأستاذ تركي الحقيقة يعني لي أنا ذكريات خلف الشاشة مع والد الأستاذ تركي رحمه الله الأستاذ خالد اليوسف فالحقيقة هو يعتبر الأستاذ خالد من الجيل الذهبي للمذيعين السعوديين اللي يعني كونوا القاعدة الأساسية للإعلام وللإذاعة وللتلفزيون السعودي فرحمة الله عليه الأستاذ خالد اليوسف كان من الأسماء الحقيقة اللي كنا نسعد بمتابعتها خلف الشاشات في الأخبار المفرحة في المناسبات سواء في البعثات مع في المناسبات مع الدولة تمثيله للجهاز الإعلامي للدولة صحيح. في كثير الحقيقة من البرامج ورحمة الله عليه والحمد لله برضو يعني أهدانا هدية جميلة من الفنان كبير وفنان شامل وإذاعي وممثل أستاذ تركي احنا عسى أن نكون ظله في يعني البسيط على الأرض احنا أحد الصنائع وهو الوالد هو مع جيل كامل يعني احنا برضو لا نغفل الأستاذ سليم العيسى، الأستاذ غالب كامل، ماجد شبر رحمه الله، هذا الحقيقة يعني صناع يعني مرحلة الحقيقة. صعب يتكرر. صحيح جيل ذهبي كانوا مدارس صحيح. كل شخص فيهم كان للأمانة مدرسة يعني حتى أغلب الآن الصاعدين اللي موجودين تلاقيه فعلًا في ميول له لمذيع من المتكامل. صحيح. لا صوت لا أداء لا لغة لا ثقافة كل شيء يعني مذيع متكامل من إلى. الحمد لله أنا أشكركم والله وخجلتونا بمديح الوالد رحمه الله. أنا بس أضيف على الأسماء اللي قلتها أيضًا كان من نفس الجيل في سبع بهبري في جميل سمان كثير الأسماء في يعني مجموعة كبيرة برضو. إيه والله إحنا يعني نخاف ننسى إبراهيم الذهبي أحد الإذاعيين الكبار اللي دربوا الناس في أسامي كثيرة. صحيح. بس فعلا كان جيل مقاتل هذا جيل مناضل جيل يحب الإعلام بشكل حقيقي والتزام ربونا على الدقة شوفنا الآن أنا عندي هالوسوسة أنا جاي قبل البث بساعة عندي هالوسواس ترى هذا من أهم عناصر النجاح والله إيه 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 الفضوية عارمة الشعراء إيه أنا ما جيت إلا عقب البث بعشرين دقيقة الشاعر يجوز لو ما لا يجوز لغيره عادي الشاعر ما أنا كنت بسألك من البداية وراك صيفت علينا بس ما بيحرجك قلت خلى يعني والله شوف أنا دائم متعود بس كويس إنك اعترفت هي لنا من حالها يمكن المسبحة هي المشكلة السبحة هي والله قد تكون لا الشعراء يجوز يعني عادي مسموح للشاعر الفوضوية تلقى فيها راحة نفس أحيانا والله بعدين الشاعر تلقاها بعيد عن المجتمع اللي هي بأفكاره يعني أنا أجد في الفوضوية راحة تامة التصريح خطير هذا والله هي مشكلة هو مرة أنا ودي بس ما أقدر أسويها لا هو يقصد بس أكيد ما يقصد في المواعيد والانضباط يقصد في الحياة يعني البسيطة عدم الرسميات شفت الانضباط لابد منها أن تكون منضبط في مواعيدك في بعضها مو كلها واضح أنك جاي اليوم تأخر أنا بتعود على حركاتكم تقولون تعال نقعد نص ساعة ولا ساعة ما بثيت ترى أغلب الفنانين فيه والله فيه لا لا الموجودة دي في كل فنان بس هي ما لها دخل بالموعد التزام التصوير وذا بس مثلا تلقى أوراق ومكتبته ما تلقى مثلا فنان إيه لازم يعني أنت تشوف صور مش اسمه العبقري أينشتاين شو ما عنده وقت ترى العباقرة فوضويين يعني لا أنا ضد الفوضوية في الشكل يعني في الستايل صحيح لكن يعني الفوضوية في المشاعر في الحاجات الشخصية لها لذة
والله انت تبي لك قاعده يبي لك قاعده خاصه انت عبد الله الله يحييك. طيب احنا راح نستقبل اتصال من الاستاذ عبد الرحمن الخليفه. الاستاذ عبد الرحمن الخليفه هو مدير عام التواصل ومتحدث باسم الهيئه العامه للترفيه. كل عام وانت طيب استاذ عبد الرحمن، حياك الله في برنامج عيدكم مبارك. وانتم خير وصحه وسلامه وفرح وترفيه دائما ان شاء الله. الله يعطيك العافيه استاذ عبد الرحمن وكل عام وانتم بخير. يعني دائما العيد من جمالياته ان احنا ندخل رقصاتنا وفنوننا الشعبيه والفلكلور. السنه هذه وش جهزتوا لنا يا استاذ عبد الرحمن؟ يا اهلا وسهلا فينا هيئه الترفيه. العيد هذا غير، نفذنا عرضات شعبيه متنوعه في مختلف مناطق المملكه، بلغت المواقع اللي نفذت فيها العرضات تقريبا 30 موقع، كانت موزعه على 19 مدينه. كان هدف العرضات الشعبيه تكون بعد صلاه العيد نوزع خلالها هدايا الاطفال، كان في 1000 هديه في كل موقع من هذه المواقع. يعني هدفنا بسيط، ادخال البهجه والسرور والفرحه على الناس في مناسبه عظيمه مثل عيد الفطر. جميل جدا. نسأل عن الجديد في هالعام، انتم ترى وصلتوا حتى للمحافظات يا استاذ عبد الرحمن، وصلتوا الفعاليات في شقره وفي الرس وفي محافظات اخرى، اكثر من 23 مدينه على ما اعتقد لكم فعاليات. الجديد صحيح. الجديد اللي موجود هالسنه يعني مختلف، هذه ثاني سنه لكم في تنظيم الفعاليات العيد، وش اللي اختلف هالعام؟ طبعا للتوضيح، احنا ندعم الفعاليات وندعم القطاع الترفيهي بشكل عام، اللي من يقومون بتنظيم الفعاليات هم القطاع الخاص على الارض، وفي نشتغل معاهم يعطيهم العافيه، موجودين في اماكن مختلفه لهذه السنه. بس عفوا استاذ عبد الرحمن، ايش نوع الدعم؟ عفوا ايش نوع الدعم اللي تقدمونه للمنظمين؟ طبعا دعم لوجستي، دعم مالي، دعم من ناحيه ترخيص، ايجاد اماكن مناسبه للفعاليات، ايضا دعم الفعاليه ومحتواها، كل هذه الاشياء نقدمها للقطاع الخاص ومنظمين فعاليات في مختلف مناطق المملكه. طبعا السنه هذه عندنا 3 عروض سيرك عالميه في الرياض، 2 هم السيرك الروسي وسيرك هوليود. عندنا في المنطقه الشرقيه تحديدا بالطهران في عرض سيرك صيني لا مقام. عندنا ايضا نقدم العديد من الكرنفالات، المسرحيات، الحفلات الفنيه في جده والرياض، فعاليات خاصه بالاطفال. السنه هذه احنا قلنا نبي نسوي شيء جديد، واحنا نستهدف الكل سواء مواطنين ومقيمين. عندنا فعاليات خاصه بالوافدين، تحديدا الوافدين من جنوب اسيا، باكستان، الهند، بنغلاديش، يعني يعيشون بعيد عن اهاليهم. حبينا نقدم لهم فعاليات تناسب اذواقهم من خلال فعاليتين في الرياض وجده لمده 3 أيام، بدات امس من يوم العيد. هذه نقدر نحضرها استاذ عبد الرحمن، فعاليات الوافدين؟ الله يحييك، بالعكس. عادي يعني تعرف، يعني حلو الواحد يطلع على ثقافات غيره. صحيح صحيح. الفعاليات المتنوعه تستهدف بالشكل الرئيسي الوافدين لهذه الدول، وايضا بشكل سنوي الجميع يعني مرحب فيه بالحضور. طيب خلينا نتكلم استاذ عبد الرحمن عن الحفلات الغنائيه. يعني ما شاء الله هالسنه في اسماء بارزه، نجوم كبار من الصف الاول، نتكلم عن شيرين، نتكلم عن اليسا، عن محمد عبده، راغب علامه، مبارك، عن اسماء كثيره. هل يعني ودي تعطينا نوع من التفصيل في موضوع توزيعكم لهذه الحفلات ما بين مناطق المملكه؟ نتكلم عن جده الشرقيه، اعتقد حتى ابها فيها حفلات. انا تخذلني الذاكره احيانا لما ما شاء الله من الكم الهائل من الفعاليات هذه 400 فعاليه ابى استذكرها باماكنها بمواعيدها، لكن احنا عندنا فعاليات كثيره سواء حفلات غنائيه فنيه او مهرجانات او اماكن ترفيه مختلفه متعلقه بكاس العالم، لكن الاهم دائما احنا نجمع في قنواتنا عن طريق رزنامه الترفيه بالتواصل الاجتماعي، بالموقع الالكتروني، ايضا بالمعلومات اللي نقدمها مثل لقائنا هذا. مشكورين كل من له رغبه بمعرفه تفاصيل اكثر، معلومات اكثر عن الفعاليات، ممكن يتوجه لرزنامه الترفيه، رزنامه التسجيل الموقع، او قنوات التواصل، او تطبيق رزنامه على iOS اندرويد، يحصل فيها على جميع المعلومات المتعلقه بالانشطه الترفيهيه في العيد وايضا القادم. عفوا استاذ عبد الرحمن، بس ممكن تعيد اسم التطبيق اللي في الرزنامه؟
رزنامة. تطبيق اسمه رزنامة. رزنامة فيه جميع الفعاليات. اي نعم، او ممكن يتوجهون الموقع الالكتروني رزنامه.اي او قنوات التواصل الاجتماعي على تويتر، سناب شات، انستغرام، فيسبوك عن طريق فقط وضع رزنامه اندرسكور اي. طيب بالنسبه للشباب استاذ عبد الرحمن، في فعاليات خاصه بالشباب؟ طبعا الهيئه حريصه انها تقدم فعاليات جميع افراد العائله. الافراد ايضا لهم اماكن تتسع، يعني تتسع لهم وللجميع، واكيد ما نبغى نبقي احد بالعيد بدون ما يحتفل وينبسط ويشعر بالسعاده في هذه اللحظات، وهذا من اهم اهداف الهيئه، ان نقدم فعاليات تتناسب مع جميع الاذواق والفئات. طيب خلينا نختم بسؤال، اذا عندك سؤال. اي فعلا استاذ عبد الرحمن، نبغى نتكلم عن الفعاليات، يعني نكون واضحين فيها صراحه، صارت متعدده وشبيهه نوعا ما ببعض. السنه هذه وش الجديد اللي طرحته هيئه الترفيه في العيد؟ احنا السنة هذه قدمنا انواع جديدة من الفعاليات، ما بين حفلات فنية تستقطب اهم المغنيين من دول العالم العربي، نحن نتكلم عن سيرك متنوع يقدم محتوى مختلف، احنا نتكلم عن كرنفالات مختلفة طبيعتها وبالمحتوى اللي تقدمه، ايضا فعاليات مختلفه مثل ما ذكرت لكم فعاليه الوافدين تستهدف ناس جدد. احنا نتكلم عن عروض العروض الفلكلور الشعبي الموجوده في بعد صلاه العيد في اكثر من 30 منطقه. هذه كلها اشياء جديده احنا ما قدمناها من قبل، ونحاول ايضا ان نستهدف فيها ناس اكثر، مثل ما ذكر اخوي عبد العزيز محافظات اكثر، ما نستهدف فقط المدن، ويكون عندنا تنوع لان الناس بالفعل تستحق الفرحه وتستحق السعاده وين ما كانت. الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الرحمن الخليفة المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للترفيه، صراحة جهودكم ملموسة، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله التمدد لأكثر بإذن الله على مدار السنة ومو بس العيد. جهدهم واضح صراحة. صحيح. جهدهم صحيح. واضح. الله يعطيك العافية. راح نروح فاصل ونرجع لكم، راح نرجع جهز لنا أغنية أستاذ خالد من الآن أقول لك. راح نروح فاصل قصير ونرجع لكم، خليكم معنا.
يا هلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا هذه فرقة نجد الشعبية اللي متواصلة معنا على مدى ساعتين وموجودة إن شاء الله معنا بكرة، الله يعطيهم العافية. أجواء الفرح حلوة بدندنة العود. نرجع لهم بعد. إيه موجودين. لازم صوت الطبل، بس برضو صوت دندنة العود يا أستاذ خالد ولا لا؟ أيوة ليش لا. حلوة يعني. حلوة مع أجواء الفرح. طولت علينا. مين نختار من الفنانين ممكن؟ على ذوقك. أول شيء أنت تميل طلال أكثر ولا محمد؟ والله كلهم أكيد. يعني السؤال الدارج دائما. أيوة أنت طلالي ولا عبداوي؟ أيوة. أنت طلالي ولا عبداوي؟ لا أنا الاثنين يعني مع ال. طيب. يعني بس. شيء على ذوقك يعني ما راح. شرفتم هنا والسعادة والهنا لما شرفتم هنا يا حبيبي هي هي أنا استنى أنا استنى أنا استنى أنا استنى أنا استنى. أجمل أغاني هذه أغنية. هذه كلمات إبراهيم خفاجي. الأغنية من ألحان الفنان سراج عمر. الكلمات وهي قريبة لمدرسة إبراهيم خفاجي. أنا ما أدري، أنا والله أتذكر أعتقد أنها يمكن إبراهيم أو يمكن خانتني المعلومة ممكن. بس كأني سمعت أنها وهذا نفس اسلوبه ترى قريب منه. اي ممكن، بس بالنسبه خصوصا انه التعاون كثير بينهم الله يرحمهم. التعاون كثير بينهم وكان بس كلحن هي للفنان سراج عمر رحمه الله عليه، اللي احنا الحقيقه ندعو له بالرحمه لانه فقدناه في اخر شهرين تقريبا، يعني كان معانا العام الماضي. نعم في كلمات ابراهيم خفاجي. نعم كلمات ابراهيم خفاجي انتاجها كان عام 74. نعم. أعمال الراحل سراج عمر سبحان الله، خصوصا لما تكون مع إبراهيم خفاجي الله يرحمه ويغفر لهم، يعني كانوا يطلعون لك مو عمل قد ما هو مشروع يظل موجود، وسبحان الله تقدر تميز مدارسهم. يعني لما تسمع الأغنية أنت الآن خمنت أن إبراهيم أسلوب إبراهيم. أي فالواحد صار يميز مدارسهم وأعمالهم على مر الوقت. فعلا يعني زي الموسيقار سراج عمر رحمة الله عليه، لما نسمع أغنية مقادير على طول نتذكر مدرسة كبيرة عندنا في اللحن تحت مسمى سراج عمر رحمه الله. حضر يا باكر. نعم. مرة محمد عبد عمر. نعم. سراج عمر صح؟ للفنان محمد، الفنان محمد عبده، بس لحن مو سراج؟ ما أعتقد لسراج عمر. ما أعتقد. وش هي أغنية؟ شاركونا معك. مرتني الدنيا بتسأل عن خبر. ما به جديد والله اعتقد انها لسراج. هي عموما يعني سراج ممكن مو اكثر من 5 أو 6 اعمال بس خالده للفنان محمد عبده. معظم التعاونات اللي كانت موجوده كانت بين طلال مداح رحمه الله والفنان او الموسيقار سراج عمر. ايش غنى له طلال؟ ابرز الاغاني اللي غنى لها طلال. تراب. قلنا احنا مقادير. قلنا الله يرد خطاك. دروب خلانك. ومجموعة كبيرة أيضا بالنسبة لمحمد عبده وسراج عمر قدم أغنية
الوطنية اللي هي أغنية خالدة ودائما ما رددها في اليوم الوطني حدثينا يا روابي نجد. نعم هذه من أجمل الأعمال الوطنية والتعاون اللي بين محمد عبده وسراج عمر. طيب نروح لعبد الله، عبد الله بن سمران الشاعر الجميل. من يا مرحبا من الله يجمل ايامك بالطاعه. احدى حسنات برنامج شاعر المليون انه تعرفنا على شباب مثلكم. الله يرحم والديك. شباب سعوديين قدموا انفسهم كشعراء بشكل جميل. انت شاركت في شاعر المليون النسخه الخامسه. صحيح. كيف شفت التجربه هذه؟ صراحه بدايه جميله وبدايه موفقه. الحمد لله يعني كانت على التوقعات. كانت في بدايه الانطلاقه. 48 دخلت هذا تقريبا يعني الكلام هذا له تقريبا 6 سنوات في بداية الانطلاقة في شاعر المليون. شاعر المليون للأمانة له فضل كبير على الشعر والشعراء. صحيح. رضا من رضا وأبى من أبى. يعني أبرز لنا أسماء كثيرة. مصنع نجوم. بس يختفون يا الله. شوف ما يصح إلا الصحيح. مهما شيء يلمع ينتهي لكن في نجوم باقين. والفضل الكبير الشاعر المليون اللي أظهرهم أمام الجمهور هذا شيء يعني ما أحد يختلف عليه لكن البقاء أول شيء لله سبحانه وتعالى والنجوم فيه نجوم على ما قال يعني وقت محدد يعني ينتهي فترة زمنية وينتهي فقاعة هذه موجودة في الشعر موجودة في في كل مجال جدا في كل المجالات. طيب نبغى نسمع شيء يا عبد الله. تو جبت قصيدة عاطفية أنا كنت أحس بالليل سجة وراحت بال يا ربي دخيلك كل مهمومي اجتاحت يهيضني اللي يهيض الشايب الوبال لا شاف البروق اللي بعرض السما لاحت تذكره في نياقه ومرواح زرفال قبل لا يبيعهن ويسحتهن الساحة يا ويله على الراحة وقبلة شهر شوال ما هو بالحمامة تشعفه كل ما ناحت خذينا الحياة الفانية صبر واستبسال تطيح الغتر وعزومنا ما بعد طاحت نشرح على العقال ونخلي الجهال ولا كان يبدي سدودنا عندهم باحت رفيقي عليه الصاملة والمقامة العال هذاك اللي دروبه عن دروبنا شاحت مديت له عمري مثل مدة الفنجال من اللي على جمر الغضا توها فاحت نحامي عن وجيه الرفاقة بجاه ومال عادينا ظروف الوقت لين انها انزاحت في اللي تحاول في بني عمنا تحتال صمايلك ثلجة لشرقت شمسنا ساحت ومجالس دواهيت الجزيرة ذرى وظلال هروج القفة والله ما جتها ولا راحت تدور على الزلة وحالك على ذا الحال الأجواد لا سلمت ولا منك ارتاحت أنا طيحتي توجع رجيلي يا رجال وحتى دموعي توجع على الأرض لا طاحت. الله صح الله يعطيك العافية. جميل. أنا عندي سؤال لكم يعني جميعا ألا تعتقدون بأنه الآن استغنيتوا عن أو بدأتم تستغنون عن التلفزيون وتتجهون لوسائل التواصل سناب شات انستغرام هل ما زال الفنان او الشاعر او الممثل يحتاج للتلفزيون؟ طلعت يعني اقاويل قبل فتره انه التلفزيون راح ينتهي في يوم من الايام. ليش؟ لانك انت عندك سناب شات عندك انستغرام تعرض حتى تقدر تسوي الان لقاء تلفزيوني مع جمهورك تقول لهم اسالوا وانا اجاوب وتقدر تبث لهم وتقدر. هل هذا كلام صحيح؟ طبعا الحوار مشترك بينكم جميعا. غير صحيح بالمطلق لأنه هذا أمر آخر. هذه وسيلة إعلامية لها يعني زي إعداد هذا البرنامج مثلا. مهما الواحد بفردية في بيته معناها يقلل من احترام هذا الجهد الكبير اللي قاعد تسويه قناة أو برنامج. لا يمكن يصل لهذا المستوى أو المسؤولية. الكلمة الإعلامية لازم تكون موجودة عند جهة محاسبة، جهة مقدرة، جهة رأيها يخليني مطمئن ان هذا الرأي هو الحقيقي لها مصدر. اما الحقيقة اللي قاعدة تصير في اجزاء حايين كثيرة هاي جزء من فوق. انت عندك سناب؟ لا لحد الان عشان كذا انستغرام. لا والله بالعكس انا اؤيدها لما تصير فعلا تواصل اجتماعي. هل هو فعلا الان هو تواصل اجتماعي؟ ممكن نوع العمل يحكم؟
استخدامها إذا هي سوشيال ميديا أو تلفزيون. أعمالكم الآن صارت تشاهد على اليوتيوب. ما هو هذه وسيلة للإشكال، إنه هذا مثلا زي أيام الفيديو، أنت لما تجيب شيء يفوتك قادر، اللي هي مسألة البث. البث أنا ما أقدر والله التلفزيون أقعد عنده طول الوقت علشان أشوف البرنامج أو المسلسل اللي أبغى أشوفه. الميديا خدمت في هالجانب، السوشيال خدمت إني أنا أشوف المادة مثل المكتبة. أنا أتكلم من يتحدث في الأمور كلها بدون رقيب على المستوى، مو بس الأخلاقي، الفكري. يعني مثلا واحد يأخذ معلومة من مين؟ واحد مطلع مقطع بالمعلومة ذي. طيب صارت مصدر للشائعات، والله حط هذا اخلط هذا على ذاك ويطلع طيب. عندك نتيجه معينه، هذه اشكال. ولذلك يعني معليش بس استسلف هالنقطه البسيطه، بعطيك وقتك تفضل خذ راحتك، بس عندنا فاصل. اي لا تغيرون القناه، خلوكم معنا، باقي عندنا الكثير. فاصل قصير ونرجع لكم. فرحنا ونرجع لزميلنا في منطقة الدمام محمد الحمادي. يسعد مساك مرة ثانية يا محمد. مساء النور. مساء على كذا يا محمد، احنا شكلنا حنجيلة. شوفي كيف البنوتة خشت علي على الهواء على طول، ما دام جت. شوفوا ما شاء الله، هذا الحضور اللي موجود، وهذه شكلنا على كذا. بكره بتلاقينا عندك يعني المرة الثانية هذه. حياكم الله صراحة. اي الشرقية اجواها طبعا اكيد مختلفة، وكل منطقة في المملكة تختلف بجماليتها. شوفوا هذيلين فرحة العيد صراحة، لانهم يعطونا طابع وانطباع جميل جدا ومشاعر طيبة. خلينا ناخذ واحدة من البنات، يلا. لا ما عليه واحدة، ناخذ واحدة. تعرفينها باسمك؟ واضحة. تعالي طلعي الكاميرا. واضحة. وش تقولي في العيد؟ الله يبارك فيكم. كل عام وانت بخير. وانت بخير. وش اسمك؟ هنوف. انتو توأم صح؟ ايه. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، توأم هذا. وانت وش اسمك؟ عنود. وش تقولي بمناسبة العيد؟ كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانت تعالي هذه، شوفوا شوف الحلاوة هذه ما شاء الله. انت أنيقة وجميلة. وش اسمك؟ عليا. وش تقولي بمناسبة العيد؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير جميعا، يعطيكم العافية. خليني باروح هنا، يعني في شاشة هنا جميلة جدا، الأطفال كذلك يلعبوا فيها بلاي ستيشن، شاشة كبيرة وضخمة بإمكان، مفتوحة للجميع. طبعا كل الفعاليات بالتأكيد مجانية، وهنا أيضا زاوية موجود فيها رسم كذلك، وإحنا نعرف بأنه الأطفال يحبوا الرسم ويتفاعلوا مع الألوان بشكل عام. خلينا ناخذ إحدى القائمات على هذه الزاوية. مرحبا، يعطيك العافية. يا هلا، الله يعافيك. عافينا باسمك. حوراء جاسم. الله، وش اللي يدور عندكم هنا؟ أشوف أنا كأنه رسم على الفخار. أيوة، الرسم على صحون الفخار، وكل يوم إحنا بنجدد الفعاليات، يوم صحون فخار، يوم جرات صغيرة، بالإضافة إلى ديكوبات بيكون. كيف تفاعل؟ أنا أشوف الأطفال دائما يندمجوا مع الرسم بشكل عام، هم يتجذبون الألوان بشكل عام يعني، فتفاعلهم كأول يوم كويس، بعد بالليل بتكون زحمة أكثر إن شاء الله. الله يعطيكم. الله يعافيك. هنا بنشوف هذا ما شاء الله الفنان الجميل، ممكن توقف لي بس الكاميرا وبعدين نكمل الرسم. جميل، تعرفنا باسمه؟ مصطفى الأسود. أنت ترسم مباشر صح؟ رسم كاريكاتير مباشر. الله، هذه يعني اللوحة لما ترسم طفلة كم تأخذ فيها من الوقت؟ من 6 إلى 7 دقائق. ما شاء الله عليك، رسم كاريكاتير يعتبر أو؟ إيه رسم كاريكاتير صاخر شوي. كيف تفاعل الناس يعني الأطفال لما ترسم صورته وتقدمها ليه؟ كيف يكون مشاعر؟ لازم يضحك، إذا ضحك أنا أعرف أني رسمته صح، فهو نابع من السخرية وأنك تضحك بس. تتوك الآن مبدي في هذه، إذن لو نرفعها للكاميرا ممكن؟ ممكن نرفع اللوحة للكاميرا، أنك توك بدأت الآن. أي شوفوا هذه بدأ مع البنوتة لسه البداية الأولى. في شيء عندك جاهز؟ ما شاء الله، شوفوا هذا رسم الرجل جميل جدا، وهذا تفاعل جميل يعني بعد ما ينتهي من اللوحة يعطيها البنوتات. يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك. إذن هذا جزء أيضا من الفعاليات، وفي كذلك ركن موجود تصوير مباشر بإمكان أي طفل أو غيره بإمكانه أن يلتقط صورة ويأخذها بشكل مباشر. كذلك الموقع جميل في مقابل هذه النافورة اللي تقدم الكثير من
العروضات كل ما يقارب 10 دقائق أو أكثر. يعني حبيت أنقل لكم الأجواء هذه الجميلة من مجمع الراشد في الخبر، مفتوح للجميع إلى الساعة 11 لمدة إلى 7 العيد. يعني الفعاليات موجودة مستمرة. نهى أكيد تحب الأطفال أنت، تعالي بس شرقية، وأنت عبد العزيز بعد وضيوفك الكرام، أنا مستمتع بالحوار ترى. عيديات ماشي، في هدايا طبعا، شوفوا المسرح هناك يتفاعلوا مع الأطفال، يسألوهم أسئلة خفيفة كده، وفي هدايا أكيد تتوزع. الله يعطيك العافية محمد، ما قصرت، الله يرضى عليك. أكيد حنرجع لكم في تغطياتنا بإذن الله، لكن الآن نرجع للاستديو مع ضيوفنا. أنا بس قاطعت الأستاذ تركي، كنا نتكلم عن كنا نسترسل عن السوشيال وهذا، وطبعا هو أمر مهم وجميل السوشيال ميديا، وكتواصل اجتماعي هذا رائع، وإظهار بعض المواهب، لكن من غير إشراف إعلامي، من غير منابر تثقف اللي قاعدين يتكلموا فيه، مرجع حقيقي. مثلا لما أنا قاعد أطلع على معلومة، طبعا أنا يعني مش مصدرها الحقيقي، سواء كانت في الفن، في الطب، في أي شيء. فأنا مثلا أسمع أطفال يقولون معلومات من وين، يقولك واحد عنده مقاطع يقولها، ترى ممكن تستخدم في التحريض وتستخدم في أشياء، هذا الخوف لأنها مدفوعة. أنا هذا الخوف، وبعضها تكون نوايا سليمة، في رقابة، في جرائم، فيظل أنه الرقابة طبعا هي موجودة والحمد لله موجودة، لكن الوعي مهم من الإعلام. لازم يدخل الإعلام يكون توعية اللي يقوله، إن الناس تسمعك أنت مفروض تعطي. هو للأسف أنه تم استغلال قلة الوعي في هذا الموضوع، وهذا وهي اللي طلع السلبيات، وهذا للأسف. وهذا يعني الناس اللي عندها معلومات جيدة قد يعني تكون مو محظوظة في هالمسألة، ويستوي فيها الجيد وغير الجيد. يعني آسف طولت عليكم في هالسالفة. لا بالعكس، احنا بعد بنسمع رأي عبد الله وخالد، بس خلنا نشوف معايدة المواطنين شو فيها من خلال هذا التقرير، وبعدين نرجع نستكمل حديثنا. الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولا أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وإلى أسرتي السعودي، الشعب السعودي كافة والمسلمين عامة. أحب أبارك أولا للشعب السعودي، وأحب أبارك للأمة الإسلامية جميع، والملك سلمى والملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، وكذلك الأهل والأقارب. يعني تهاني خاصة لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن الله يوفقهم، وما نملك إلا الدعاء لهم، فهم عيون ساهرة. أبارك للأمة الإسلامية في شتى أنحاء المملكة، وتهنئة خاصة للشعب السعودي والأبطالنا في الحد الجنوبي. أبارك للوالد والوالدة الله يحفظهم، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد عليكم على الأمة الإسلامية. الشيء الثاني، هني خادم الحرمين الملك سلمان الله يحفظه، ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، ولا أنسى جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، الله ينصرهم على أعدائهم ويثبتهم، وقولهم كل عام وانتم بخير. ماما وبابا واخواني واهلي جدتي الله يطول في عمرها، وملكني الله يحفظه يعني يطول في عمره، الملك والولي العهد والامي والابوي والاخواني والجدتي الله يطول في عمره. ابارك للامه الاسلاميه كل عام وهم بخير، كل عام والعالم بالسلام. ابارك للمملكه العربيه السعوديه شعبا وقادة، ولامي وابوي واخواني. والله يعني أزف آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية. أكيد دائما أفراحكم تضيف لأفراحنا، خصوصا لما شاركها معاكم. كملين مع ضيوفنا في الاستوديو. أستاذ عبد الله، كنا نتكلم قبل الفاصل، قبل التقرير، عن موضوع السوشيال ميديا وقديش أنها ممكن تأثر على عمل الفنان، الشاعر، المطرب، الممثل، فأنت كيف تشوف هذه العلاقة بينهم؟ أنا من وجهة نظري أنها أنقذت المبدعين برامج التواصل. الآن من عند شعر أو فن آخر غير الشعر موهبة
يقدر يطلعها للجمهور بالشكل اللي يرضيه وبالشكل اللي يستحسن ان الناس تتفرج عليه. قديم كان الشعر محصور على ثلاث منصات لكم، كان يعني ثلاث منابر او ثلاث صروح واسماء معينه، اسماء معينه وناس اللي اطلع مثلا كان فيها شلليه محسوبيات اطلع فلان وفلان وفلان. لا يعني هذا انا اشوف انها انقذت المبدع. إيه لازم شيء وتقول قصايدك من خلال السناب أطلع جديدي طبعا حصري في السناب في الانستغرام في تويتر، كل البرامج هذه مواكبينها وهي الآن اللي لها دور فعال. بعض الحسابات أكثر متابعة من القنوات. يختلف معك ترى تركي؟ هو يختلف لأنه في جانبه شاف الشاعر لازم وطبعا ما شاف العيوب الباقية لأنه قاعد يناظر في صب واحد. شوف تعقيبا على كلامك، لكن هذا ما هي تختلف من شخص إلى شخص آخر. هي أنا أطلع نفسي بالشكل اللي يليق إني أطلع فيه، صحيح ولا لا؟ هي شيء إيجابي، هي لا شك إنه هذه يعني وسيلة إيجابية رائعة تخدم الاجتماع، لكن تحتاج ضبط. الضبط أنا عارف الأستاذ تركي وش ينظر إليه. في ناس أبرزتهم السوشيال ميديا، هم ما يستاهلون أنهم يطلعون ما قال لا تدعوا من الحمقى مشاهير، يعني طلعوا في ناس جالهم متابعين بكثرة ونجومية، لكن إذا نظرت المحتوى ما في محتوى. لكن أنا أتكلم عن الجانب اللي عنده فن أو شعر حقيقي راح يخدم طبعا على حسب. خالد بس اسمع رايك في الموضوع بس ونقفل عليه وندخل في الطرب وناسه بالنسبه للتلفزيون اعتبر انا البيت اذا كان فيه مثلا عاده فوق تحت ثلاثة أربعة شاشات، الان ممكن شاشتين منها للاطفال العاب الكترونيه تحولت، فهذا دليل على ضعف الاقبال للتلفزيون. والبقاء حيكون طبعا على الاصلح، حيكون في تنافس محموم بين القنوات اللي يفضل الفتره القادمه، مو بالسهوله اي قناه حتكون متابعه بسبب السوشيال ميديا. بالنسبه من الجزئيه الفنيه يعني اللي كغنى وكهذا، عندنا احنا مثلا نخبه الفن والاعلام هو عباره عن ملتقى جالس بينتج وبيلحن وبياخذ كلام مجموعة يكون في تعاونات بينهم، ما في مجال يظهر العمل هذا عن طريق شركة إنتاجه، فتلاقينا فين ننزله؟ في قنوات الملتقى هذا، قنوات التواصل من انستغرام، يوتيوب، القنوات تويتر، فإذا استفدنا من موضوع المشاهير أو التبليك. يمكن لاحظنا حملة تبليك المشاهير. طيب أستاذ خالد شوف إيه المشاهير هو موضوع ثاني حنتكلم فيه، لكن صوت الطيران خلينا نقول لازم إذا لازم نرجع حمسوا لازم بالذات على اللون اللي يبغاه عبد العزيز، فإحنا مضطرين الخبيثي فمضطرين نحن ننتقل لفرقة نز وراجعين لكم. I get.
طبعا لازم ناخذ معايدات اخواننا واشقائنا الله يرجع لنا سامين ان شاء الله من تاثير من كافه او اغلب الدول اللي يدرسون فيها هؤلاء بتاثير راح نشوف معايداتهم لاهلهم ولربعهم ونرجع لكم. وإلى أسرتي والسعودي الشعب السعودي نتمنى لكم عيدا سعيدا لكل أهالينا في السعودية ومدد أو سايونارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وأهني الشعب السعودي وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتحياتي من بريطانيا لجميع الأهل والأحبة، أخوكم صالح الشايع ريدي. نرفع أسم التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي وكل عام وأنتم بألف خير، الدكتور حسام فليمبان سيدني. بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بأجمل التهاني وأسمى العبارات إلى سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله والشعب السعودي خاصة، أخوكم سعود عبد العزيز الدايل من مدينة تشيكو في ولاية كاليفورنيا. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير وعيد مبارك يا رب علينا وعليكم. بهذه المناسبة عندي تهنئتين، الأولى لوالد الجميع سلمان بن عبد العزيز، والثانية خاصة لأمي وأبوي وكل أهلي وأخواني، الله يجمعني فيكم على خير ويجعل أفراح دائمة. يحيى إبراهيم عسيري من مدينة تورنتو كندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده والشعب السعودي بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى بلادنا الحبيبة باليمن والبركات، أو كما نقولها باللغة اليابانية إيدو أوميديتو غوزايماس. محدثكم ماجد الراجحي طالب مبتعث في دولة اليابان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا أحب أهني الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالفرح والسرور، وكل عام وأنتم بخير، معكم سلطان الشلاحي من بريطانيا. السلام عليكم، أحب أهني أهلي والشعب السعودي كله وأقول كل عام وأنتم بخير وعيدكم سعيد يا رب، أخوكم حمادة الماس من اليابان. السلام عليكم. جديد طبعا الله يرجعهم يا رب بالسلامة، مبتعثين بشهاداتهم رافعين رؤوسنا بإذن الله. طبعا انضم الآن معنا الأستاذ نايف مدير عام العلاقات العامة وزارة الشؤون البلدية والقروية. احنا نبيك من أمس نبغاك، نبغى نشوف ايش عندكم وش مسوين ما شاء الله من قبل العيد بعدين. الله يجزاكم خير، الله يطول عمرك. في البداية أنا أشكركم على الدعوة الكريمة وأحب أني أنتهز هذه الفرصة وأنا أرفع آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله، وإلى الأسرة ولا الأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وعد الله علينا وعليكم إن شاء الله أعوام عديدة وبلادنا تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء. يا هلا وسهلا فيك أستاذ نايف، ما شاء الله أنتوا بديتوا فعالياتكم من قبل العيد، وما شاء الله يمكن أمس كانت خلينا نقول الانطلاقة القوية تقريبا، فكيفش لقيتوا الأصداء اللي صارت من بعد احتفالياتكم أمس؟ صار يعني بكل أمانة حرصت وزارة الشؤون البلدية القروية بأماناتها والبلدية التابعة لها، وذلك بمتابعة وتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، بمتابعته وتوجيهه في استعدادات للفعاليات والأنشطة التي سوف تقوم في أيام العيد الفطر المبارك، وذلك بالتخطيط والتنظيم لتلك الفعاليات. كان فيه ترتيب وتنظيم لعدة فعاليات على مستوى الأمانات المنطقة والبلديات التابعة لها، كان فيه استعداد من قبل العيد، أمس بتو بدوا الفعاليات من أول أيام العيد والحمد لله كان ردة الفعل مرة جيدة. إيش جديدكم السنة هذه؟ أكيد كل سنة في جديد.
فيه نطاق واسع من الفعاليات، عدد كبير في الفعاليات، تنوع في انواع الانشطه والفعاليات. كاس العالم اعطاكم فرصه بعد انكم تبدعوا. اي كاس العالم كان فيها مبادره من وزاره الشؤون البدنيه والقرويه بان قدمت اكثر من 294 شاشه على مستوى المملكه، يعني تجعل الجميع الشباب بامكانهم متابعه كره الكاس العالم عن طريق الحدائق والمتنزهات في كثير من مناطق المملكه. جميل، طيب وش فعالياتكم هالسنه اللي تحسون نفسكم تميزتوا فيها يا استاذ نايف؟ انا ممكن اتكلمكم، يمكن اخوي ابراهيم الهويم الامس فصلكم اكثر لانه هو المسؤول عليها، لكن اليوم ممكن ازودكم بالاحصائيات وعدد جميل عدد الفعاليات اللي وعدد الاماكن اللي طيب. ممكن احنا كان عندنا هالسنه والحمد لله اكثر من 1800 فعاليه توزعت في اكثر من 400 موقع، يعني كان على مستوى مثلا سمحتموا لي غير الفعاليات كان فيها اشياء مسانده مثل في اعمال الصيانه والنظافه واعداد مهيله من الكوادر البشريه في 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 الميدان. يعني انا ان سمحتوا لي بذكركم عدد الفعاليات بذكرها لكم. طبعا. كان في العاصمه المقدسه اكثر من 28 فعاليه في اكثر من 7 مواقع، كان في المدينه المنوره اكثر من 464 في اكثر من 44 موقع، الرياض كان في 200 فعاليه في 38 موقع، امانه منطقه الشرقيه كان فيها 56 فعاليه في 5 مواقع، جده كان فيها 105 فعاليات في 45 موقع، القصيم 50 فعاليه في 35 موقع، عسير 102 فعاليه في 20 موقع، ومن الجيزان كان فيها 61 فعاليه في 22 موقع، وكذلك في الجوف 114 فعاليه في 13 موقع، ونجران 23 فعاليه في 6 مواقع، وتبوك كان فيها 120 فعاليه في 17 موقع، بالاضافه الى الباحه كان فيها 290 فعاليه في 6 مواقع، والاحساء 52 فعاليه في 3 مواقع، والطائف 86 فعاليه في 4 مواقع، ومنطقه الحفر الباطن الامانه الجديده كان فيها 44 يعني فعاليه في اغلب مناطق المملكه، جميع مناطق المملكه. طيب استاذ نايف، يعني الخطه هذه اللي انتم عاملينها الفتره اللي قاعدين نتعايشها، هل انتم مقررين انها تكون على مدار السنه ولا مستهدفين المواسم بس؟ لا، هي مخطط لها، هذا كل ما جاء الا من تخطيط واستعدادات كل كذلك. بس احب ان سمحتوا لي اضيف، طبعا مع هذه الفعاليات في جهود اخرى، يعني مثلا دفعت فيها الوزاره اكثر من 64820 كادر بشري لاعمال النظافه، يعني اكثر من 885 اليه للنظافه، طبعا على الاصحاح البيئي اكثر من 3279 مراقب في الاصحاح البيئي، اكثر من 2820 اليات لمكافحه المكافحه موزعه على 781 فريق. جميل، هذه ايضا من الخدمات اللي يعني تحافظ على سلامه وامان نفس الفعاليه في الاجواء. هي موجوده من قبل لكن جت بطريقه مطوره واكثر وبشغل احترافي اكثر، بالاضافه الى ال 4225 فرد لاعمال المسالخ متوزعه من البيطريين في المسالخ والمتابعين الصحيين كانوا متواجدين، بالاضافه بعيد تنوعت الفعاليات الا ان حاولنا ان نواكب جميع الفئات العمريه، يعني من الاطفال الشباب كبار السن، وكذلك في المسارح في اكثر من في الرياض تحديدا اكثر من 8 مشاهدين. التفاصيل هذه كيف يرجعوا لها؟ هناك فيها لا عفوا انه يطلعوا عليها، لا موجوده بس في قبلها في دليل ارشادي على مستوى الامانات كلها في موقع الوزاره وحساب الوزاره، ايضا كل امانه سوت ارشاد دليل لكل امانه سوت دليل ارشادي لامانتها في موقعها في موقع الامانه في كل امانه، بالاضافه ل 940 في حاله احد يحتاج او بامكانهم يتصل ويدلون على طول 940 وغير المواقع التواصل الاجتماعي. جميل، احنا ما بقى عندنا وقت كثير، احاول اوزع الوقت بينكم. عبد الله لازم نسمع قصيده. لا لجت احيام المشاعر على جال الضلوع، وعدت على صدر المواجع ولبت للنداء، من لهفة المحتاج فاضت على حد الدموع، والله وكيلك عام كامل ومسعاها سدى، غنت على قبر الاماني وميلاد الشموع، حتى استباحت حرمة الهاجس اللي ما هدى، ينتابني يم السحابة وشبحه للطلوع، وانا عطيته صوتي الحر لين اخر مدى، يوم القناعة كنز مقنع وانا ماني قنوع، والله ما جنب لين يظهر لها صيت وصدى، ما بين عصر العولمة واختلافات الطبوع، اسامر البراق
واثمل على ريحه الندى يا عابره مل التحري مع ايام اسبوع هذاك الاول راح لكن هذا الثاني بدا وانا عليك من الوله كثر مضمالك وجوع واشبع من صدودك وعود وانا مالي جدا شعر الغزل في كبريائك تفرعنا يا الفروع ليه مسحوبه تمادى على طرق الحدا وانا دخلت حماك مرغم وحاولت الرجوع والشاهد الله ما بغيتك على نيته ردا ما قد خضعت العرش كسرى ولا عرف الخضوع بس اهتديتك لين ضيعت من هاج الهدى سلامك جعل عمرك طويل شهادة أعتز بها والله بيض الله وجهك وجهك والطاقة جميل بعد تركي كيفك مع الشعر؟ أنا حاولت أنا شو أنك حاولت زمان لا 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 ما أنا مخليني صح شخبيط يعني شخبيط قديمة بس ما يعفيك من الإلقاء عشان الصوت صوتك جميل بعد والله أنا بعد وجود الشاعر وين الواحد كان آخر أعمال شعر الله يرحمه محمد الأحمد إسديري الأمير محمد في الدمعة الحمراء خلاني أحفظ كمية كبيرة الحقيقة من القصائد الحقيقة الجميلة واللي يعني له لون خاص فيها يعني تذكر له عطنا والله أنا أقول حافظ المسلسل الحين ناسي الأشعار بس مثلا يقول له هو إن كان بي عذروب حبي لها النجد أحبها وأحب شمت هواها أحبها يوم إنها ديرة المجد دار تمكن في الضماير غلاها سلام دار غلاها باجد بهجتي بجد مهجتي بجد في ناس يقولون البهجة والمهجة دار غلاها باجد مهجتي بجد دار لنا دار ظلالي سماها إن غبت عنها ألحقت وجد على وجد متذكر عقب البطا برد ماها يا سلام يا ما غدا فيها مهارا لها الرجد من فوقها صيد تروي جناها اللي نود لقاه يا علي ما وجد الله يلحق كل نفس هواها يا سلام الله يعطيك العافية استاذ بس هذه صار فيها يعني بين المهجة والبهجة ذي في اطقاق يوم ان نصور ايه احد يقول مهجتي واحد يقول بهجتي الفرق حرف وهي نفس اطقاق مع المخرج الان المخرج ما يعني المخرج ما بس لحظة عبد العزيز انا لازم أأمن عليك عندي سؤال استاذ خالد ممكن تعطي جلسات تدريبية لعبد العزيز على العود؟ طبعا احنا لازم نطلع الموهبه هذه عنده انا لاحظت انه عنده حس فني موجود فلو ان شاء الله كورس من الحصص الخاصه انا بعيدا عن الحي لا شهرين حيكون جاهز حيدندل لنا في يستضيفوني في العيد السنه الجايه طيب والله امتعتونا شكرا جزيلا شكرا لك بخير الله يطول عمرك توفيق ودائما جهودكم الله يبارك بالعكس احنا طبعا ما وجدنا في هالمكان الا لخدمه المواطن والمقيم عساكم على القوه ان شاء الله شكرا وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه وانتم بخير تفضل بخير شكرا لكم على استضافتكم وكل عام وانتم متالقين دائما الله يحفظكم كثير اسعدتونا وفرحتكم دائما تضيف لفرحتنا اسعدتونا الله يعطيكم العافيه طبعا يتجدد موعدنا بكره في اخر ايام تغطيه عيدكم مبارك لكن مثل قبل شوي سامعين صوت الطيران فمضطرين ننتقل لها نروح لهم الله يعطيك العافيه عبد العزيز ننتقل الان لفرقه نجد الشعبيه ويتجدد موعدنا بكره الساعه 4 حنشتاق لكم فمع الله